مشاهدينا، إلى هذه النافذة الخاصة تأتيكم من العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث من المنتظر غدا أن يتم التوقيع على معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بمشاركة مملكة البحرين وبرعاية أمريكية. هذه المعاهدة التي من المنتظر ومن المأمول أن تغير المنطقة وأن تزيد من الاستقرار والرفاه لشعوبها. كيف ستغير هذه المعاهدة المنطقة في الفترة القادمة؟ وكيف هي فرص إحلال السلام بعد التوقيع عليها؟ سنناقش هذا الموضوع في هذه النافذة الخاصة من واشنطن، ويسرني أن أرحب بضيوفي معي هنا في استوديو سكاي نيوز عربية ماثيو برودسكي، كبير الباحثين في معهد جولد للاستراتيجيات الدولية. معنا من المنامة رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد، ومعنا أيضا من العاصمة الأمريكية واشنطن رئيس معهد الشرق الأوسط الدكتور بول سالم. مرحبا بالجميع ماثيو، مرحبا بك معنا في استوديو سكاي نيوز عربية. طبعا نحن بانتظار التوقيع غدا على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل وبمشاركة البحرين. كيف برأيك ستغير هذه المعاهدة من شكل المنطقة في الفترة القادمة، من الطريقة التي تدار بها الأمور، وهل بالفعل ستفتح آفاق السلام والاستقرار لشعوب هذه المنطقة؟ أعتقد أنها ستغير المنطقة، لأن العالم سيغير رؤيته للمنطقة، وأنا أعرف أن هذه المنطقة طالما كان ينظر إليها باعتبارها منطقة قلاقل واضطرابات. الآن مسألة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو مركز الأزمات بالنسبة للعالم، والآن الأمور قد تتأثر وتتغير، لذلك هناك العديد من الأشياء ستحدث وتقارب وجهات النظر بين دول مختلفة. والآن الإسرائيليون والإماراتيون والبحرينيون سيصبحون لهم علاقات مشتركة وأشياء مشتركة، لذلك بنية الشرق الأوسط تتغير وهناك جبهة قوية لمواجهة التحديات المشتركة. أيضا هي ترسل رسالة إلى الفلسطينيين وخصوصا القادة الفلسطينيين، وتفيد بأن الوقت ليس إلى جانبهم، وأن عليهم أن يأتوا إلى طاولة المفاوضات، لأن المنطقة وبقية العالم يتحركوا إلى الأمام. سنعود بعد قليل للحديث بشكل تفصيلي أكثر عن الجانب الفلسطيني المتعلق بهذه المسألة. دعنا نرحب بضيفتنا من المنامة السيدة عهدية أحمد، رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية. أستاذة عهدية، مرحبا بك معنا. البحرين أيضا انضمت إلى هذا المسعى، مسعى السلام في المنطقة. كيف تتوقع البحرين أن ينعكس هذا الاتفاق، هذه المعاهدة، على البحرين بشكل أساسي وعلى المنطقة بشكل عام؟ طبعا راح ينعكس إيجابيا أستاذ على البحرين بشكل خاص وعلى المنطقة بشكل عام. احنا البحرين دائما كانت داعية للسلام، واليوم تثبت للعالم كله أن هي لم تكن فقط ترفع شعارات، ولكنها اليوم على أرض الواقع توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل. إسرائيل في خلال أقل من 24 ساعة ستصبح رسميا دولة صديقة. إسرائيل لها وزنها، لها ثقلها في المنطقة، واليوم كل الأمور راح تتغير، وسنرى شرق أوسط جديد، وسنرى السلام، وسنرى التعاون ما بين إسرائيل وبين دولنا. ونحن فخورين بهذه الاتفاقية، لأن رفع الشعارات ما راح تنفع خلاص، لازم تكون في حلول واقعية على أرض الواقع. نحتاج السلام، القضية الفلسطينية لن تنسى وستظل دائما في مقدمة القضايا لدولنا، ولكن اليوم العالم يتغير، نحتاج أن نتحاور مع الطرف الآخر. البحرين والإمارات يحتاجون أيضا أن يكون لديهم أدوار قيادية أخرى في المنطقة. مع هذه المعاهدة غدا الأدوار راح تتغير، راح يكون هناك تصدي لمن هددوا أمننا واستقرارنا، راح يكون بداية النهاية لأحزاب وميليشيات إرهابية ودول احتضنت الإرهاب في الأعوام السابقة، وهذه أنا أعتبرها ضربة قوية لهؤلاء الدول اللي احتضنت إخوان المسلمين، الدول الأنظمة، أنظمة الملالي، الدول اللي دائما استهدفت أمننا واستقرارنا. هذه ضربة قوية لهم
ولكن أيضا تضمن لنا استقرار منطقتنا. نحن نحتاج لهذا الاستقرار، ونحن نعلم أن هذه المعاهدة مع دولة إسرائيل الصديقة ستقدم لنا هذا الاستقرار. طيب، أيضا أرحب بضيفنا من هنا من واشنطن الدكتور بول سالم، رئيس معهد الشرق الأوسط. مساء الخير دكتور سالم، مرحبا بك معنا أيضا في هذه التغطية. أود أن أسمع وجهة نظرك في ما الذي ستؤول إليه الأمور في هذه المنطقة بعد التوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل والبحرين. أيضا كيف سيساهم هذا التطور في تعزيز الاستقرار وربما يعني رفع أفق وأمال السلام على الشق الفلسطيني أيضا؟ أولا تحيات لك أستاذ مهند وإلى الجمهور المتابع. ما في شك هذا تطور مهم وتاريخي لم يأتي من عدم. هناك علاقات بين إسرائيل وعدة دول خليج منها الإمارات وقطر والبحرين، وإلا ما هنالك سبقت هذه الاتفاقات التاريخية، وهناك دول سبقت إسرائيل على ربط علاقات طبيعية مع إسرائيل منها العربية بالطبيعي مصر والأردن، ولكن تركيا أيضا منذ زمن طويل. أظن أن هذا التطور أسبابه الأساسية هي ثنائية بين الدول التي توقع الاتفاقات مع إسرائيل، أي الإمارات لها أسبابها والبحرين لها أسبابها. جزء من ذلك متعلق بالتحدي الذي يرونه من إيران، وهناك حتى أصوات في إيران تقول أن ربما القيادة الإيرانية تمادت في تحديها وفي مواقفها السلبية ودفعت بعض الدول العربية إلى هذه المواقف، نوع من إعادة نظر جزئية في طهران. التحدي الأساسي يبقى عند الفلسطينيين والقضية الفلسطينية. الموقف العربي كان ملتزم بالمبادرة العربية من عام 2002، لا تطبيع ولا معاهدة سلام قبل حل الأزمة الفلسطينية وقبل الوصول إلى حل الدولتين. ولكن القارئ في التاريخ يرى أيضا أن هذا الموقف على صلابته حتى يعني أسابيع قليلة لم يأتي بثمار إيجابية للفلسطينيين، فبقى الاحتلال، أتت المبادرة الأمريكية لتعزز هذا الخيار وتعطي ضوء أخضر لإسرائيل لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وعمليا غلق الباب أمام حل الدولتين. فالمبادرة الإماراتية وربما البحرينية قد تساهم نوعا ما في تأجيل هذا العمل الخطير من الجهة الإسرائيلية، ولكن يجب أن ينصب الاهتمام عند الجميع غير الأسباب الثنائية لدعم الفلسطينيين ودعم موقعهم التفاوضي في هذا العالم الجديد. طيب ماثيو، سنخصص الجزء الأخير من هذه النافذة للحديث بشكل أكبر عن الشق الفلسطيني المتعلق بهذه المسألة، ولكن فيما يتعلق بأمن واستقرار هذه المنطقة. طبعا هذه المعاهدات من المفترض أن تؤتي بفائدتها على الصعيد الثنائي بين إسرائيل والإمارات، بين إسرائيل والبحرين، ولكن فيما يتعلق بالصورة الأشمل كيف برأيك ستساهم هذه المعاهدات في تعزيز الاستقرار ومواجهة التهديدات التي تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط؟ أولا عندما ننظر إلى إدارة ترامب هي ترى الأمن شيئا أساسيا، وكذلك ترى مسألة الاستقرار في الشرق الأوسط أمرا مهما، ولذلك الرئيس ترامب يرى أنه يجب الانسحاب من الحروب، وهو يحاول أن يقول إلى الجميع إننا نريد أن ننسحب من العراق وسوريا والعديد من الدول التي يبؤ للتوتر، ويمكن أن نقوم بأدوار أخرى في المنطقة لتعزيز السلام. لذلك هذا سيؤتي ثماره. والآن التحديات المشتركة تفيد بأنه إذا نظرنا إلى إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، هاتان دولتان متقدمتان تكنولوجيا وكذلك لهما بحوث حيوية قوية ولديهما جيش كبير،
قوي، وكلتا الدولتين هناك تحديات وتهديدات تواجهانهما، ولذلك هناك دعوة مبطنة للانضمام إلى هذه الرؤية الجديدة، انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة ودعم هذه القوة التي هي رائدة. وبطبيعة الحال هذا ينسجم مع دعوات ترامب لسحب الجنود الأمريكيين، لأن الدول ستكون تتشارك الاستخبارات والمعلومات الاستخبارية، وهذا تقوم به أمريكا مع إسرائيل وكذلك في مواجهة إسرائيل لإيران داخل سوريا. طبعا نحن بانتظار غدا التوقيع، سيتم التوقيع بحسب المعلومات الواردة إلينا حوالي الساعة 12 ظهرا بتوقيت العاصمة واشنطن. أنا في الاستوديو ماثيو برودسكي. ماثيو، كما أشرنا البيت الأبيض شهد عدة اتفاقات متعلقة بالشرق الأوسط، كيف تختلف هذه الاتفاقية برأيك عما شهدناه في الماضي؟ هذه الاتفاقية والمعاهدة مفيدة بشكل واضح ولا غبار عليها. ليس هناك أي توترات بين إسرائيل والإمارات والبحرين، هناك فقط تعاون بين هذه الدول المتقدمة تكنولوجيا وعلميا وعسكريا. لذلك أعتقد أن هذا سيمهد الطريق لإقامة علاقات اعتيادية أخرى وتعاون أكبر في المنطقة. أيضا هذا سيسهل في نهاية المطاف على الفلسطينيين أن يأتوا إلى طاولة المفاوضات ويستأنفوا المحادثات من أجل إيجاد حل سلمي وفق رؤية دونالد ترامب. والأهم هو أن هذا الإنجاز، وإذا تحدثت عن تجربتي عندما تحدثت إلى الإسرائيليين والإماراتيين، أجد أن هناك دفءا متوقعا من خلال هذه الاتفاقية. هناك رغبة بالتعارف إلى البعض وزيارة القدس وكذلك زيارة المدن الإماراتية، وهناك هذه الرغبة الملحة وأن يكون هناك تعرف الطرفين إلى بعضهما البعض، وهذا مخالف لما حدث في السابق، لم يحدث منذ أجيال في الشرق الأوسط، ولذلك كله إيجابي. نعم دكتور بول سالم، كما أشرنا يعني كانت هناك عدد من الاتفاقيات التي وقعت هنا في البيت الأبيض في واشنطن. هذه الاتفاقيات مختلفة بشكل كبير عما شاهدناه في الماضي. ربما الجزء الأهم والأساسي في هذا الخلاف أو الاختلاف هو عدم وجود نزاع على أراضي. إلى أي مدى هذه المسألة أو غياب هذه المسألة تجعل من الأسهل وربما من الأسلس المضي قدما في علاقات طبيعية بين الإمارات وإسرائيل من جهة وبين إسرائيل والبحرين من جهة أخرى؟ صحيح أستاذ مهند، يعني الاتفاقات السابقة منها المصرية والأردنية ربما كان منظورها إلى الخلف، إلى الماضي، إلى حروب حصلت ومحاولة لإنهاء هذه الحروب لما لها من تداعيات سلبية على المجتمع المصري والمجتمع الأردني. أما في حالة الإمارات بالأخص فبرأيي هذا هو تطلع مستقبلي، يعني الإمارات لم تكن عمليا في حالة حرب ولم تكن في أي من الحروب مع إسرائيل، ليس موضوع ماضوي بهذا الشكل، ولكن الإمارات تريد أن تبني يعني مجتمعا واقتصادا وعلاقات إقليمية ودولية للقرن 21، وأدركت بشكل صحيح أن من البنى الأساسية لبناء أي مستقبل مزدهر ومستقر لاقتصاد الإمارات والاقتصاد الخليجي هو بتحديث العلاقات مع الدول الأساسية في المنطقة ومنها الدولة الإسرائيلية، رغم استمرار الخلاف الكبير حول القضية الفلسطينية. السؤال بالنسبة لي هو يعني واسع وإقليمي، لا شك أن هذه المعاهدة ستأتي بثمار منها اقتصادية منها ربما أمنية بشكل ما، ولكن السؤال المطروح أن الخليج ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام دخلت في مرحلة خطيرة، يعني هناك عدة دول منهارة، منها سوريا واليمن وجزئيا وليبيا وجزئيا العراق وربما لبنان على شفير الانهيار. نحن في فترة انكماش اقتصادي غير مسبوق، في جائحة غير مسبوقة،
المنطقة بحاجة إلى تفكير جديد وجديد جدا، ومنها ربما هذه المبادرة الإيرانية. ولكن يبقى أن المنطقة تعاني من صراعات كبرى أخرى، منها الصراع بين تركيا وبعض الدول العربية، منها الصراع العربي العربي، منها الصراع الإيراني العربي والإيراني الإسرائيلي. إذن يعني أتمنى أن تكون هذه المبادرات الجريئة للسلام تضم أيضا رؤية واسعة، وأن لا نستعمل هذا التحالف الجديد لمواجهات جديدة، ولكن نستعمل هذه المقاربة لمبادرات تهدئة، مبادرات اختراق عقود وسنوات من العداوة والوصول إلى بر تعاون وبر السلام. نعم أستاذ أهدية، في المنامة طبعا كما أشرنا هذه المعاهدات المتوقعة غدا تختلف إلى حد كبير عما شاهدناه في الماضي، سواء المعاهدة المصرية الأردنية أو اتفاق إعلان المبادئ مع الفلسطينيين. كيف تختلف هذه المعاهدات فيما يتعلق بتقبل الناس لهذه العلاقات الجديدة؟ شاهدنا في الماضي علاقات فاترة إلى باردة فيما يتعلق بالأردن، فيما يتعلق بمصر، وأيضا الجانب الفلسطيني. كيف تتوقع أن تكون هذه العلاقات بين إسرائيل والإمارات وبين إسرائيل والبحرين، خاصة على مستوى شعوب هذه الدول؟ أستاذي الفاضل، يعني البحرين والإمارات اللي أنجزوا في مدة شهر، دول أخرى أنجزت في 70 عام. فإحنا اليوم قاعدين نتكلم عن تحركات سريعة. الشعب البحريني مرحب جدا ومؤيد جدا للقرار السيادي للدولة. الشعب البحريني عامة شعب يحب السلام، يحب التعايش مع الآخرين، شعب له تاريخه. في مساحة كيلومتر واحد في البحرين هناك كنيسة، هناك سينغوغ للجالية اليهودية، هناك معابد للبوذا، معابد للهندوس، هناك مسجد. الشعب البحريني اعتاد أن يعيش ويتعايش مع الكل. اليوم الشعب البحريني يرحب بهذه المبادرة لأنه يريد السلام. الشعب البحريني، وأعلن الشعب البحريني من خلال مجلس النواب، الشعب ممثل من خلال 40 نائب يمثلون جميع الطوائف والأديان، أعلن مجلس النواب تأييده لهذا القرار. وأنا أعتقد أن الشارع ليس فقط متقبل هذا الموضوع، ولكن يرحب فيه من خلال فقط النظر إلى ردود الفعل. أنا أمثل جمعية صحفيين، أمثل إعلاميين وصحفيين البحرين بكل شرف وافتخار، وردود فعل زملائي، وإحنا نعلم تأثير الإعلام والصحافة في الفترة القادمة على توجيه الرأي العام. ما أراه اليوم هو ردة فعل إيجابية جدا. صحفنا وكتابنا وإعلاميين راح يساهمون في أنه هم يوصلون رسالة مهمة للشعب البحريني، ولكن الشعب البحريني بطبيعته مرحب بهذه الاتفاقية. الشعب البحريني سعيد بهذه الاتفاقية. لا ننسى أستاذي الفاضل، نحن لما نتكلم عن حقوقنا كبحرينيين كإماراتيين، نتكلم عن حقوق الشعب الفلسطيني، لا ننسى أيضا الشعب الإسرائيلي. أجيال وراء أجيال عاشت وهي تحس أن هي منبوذة، ولكن اليوم سنجلس على طاولة حوار، راح نحافظ على حقوقهم أيضا. إذا إحنا بنرفع شعارات حقوق الإنسان، لننظر أيضا إلى حقوق الشعب الإسرائيلي. هذا التوجه، هذه المبادرة راح أيضا تحسسهم بالإطمئنان. ولكن أنا أعتقد الشعب اللبناني أيضا راح يتأثر، لأن هذه الاتفاقية راح تؤثر مثل ما قلت هي ضربة لجماعات إرهابية مثل حزب الله. الشعب اللبناني عانى الكثير، واليوم نشوف أن هذه المبادرة راح تساهم أيضا في استقرار وأمن للشعب اللبناني. طيب ماثيو، في الدقيقة المتبقية، ذكرت أن هذه الاتفاقيات ستفتح فرصة جديدة ربما لإعادة إحياء المسار الإسرائيلي الفلسطيني. ما هي المسؤوليات التي تلقيها هذه المعاهدة على عاتق إسرائيل؟ لأن إسرائيل دائما تقول العرب يعني لا يضيع فرص لتضييع الفرص. الآن هل ستستغل إسرائيل هذه الفرصة المتاحة من هذه المعاهدات لتقديم بعض ربما إجراءات حسن النية إزاء الجانب الفلسطيني؟
الإسرائيليون قرروا تعليق مسألة الضم، وهذا نتيجة لهذا النوع من الاتفاقيات. بالنسبة للموقف الأمريكي فهو يقوم على أنه في المفاوضات في 2000 و2008 وبعد ذلك المسألة الأساسية من الجانب الفلسطيني هو عدم التفاوض بحسن نية وعدم تقديم أي بديل في المفاوضات، وإنما فقط رفض المقترحات والمبادرات. ولذلك في الفترة السابقة كان هناك عدم رغبة في تقديم توافقات، وإنما تم تعقيد القضايا وتمت محاولة اللجوء إلى بعض الأطراف الهدامة وغير البناء. أعتقد أنه بهذه الاتفاقيات يمكن للفلسطينيين أن يأتوا إلى الطاولة مع الإسرائيليين ويقدموا رؤاهم، وقد يتحقق الشيء الكثير في هذا الصدد وهذا السياق. ولذلك القيادة الفلسطينية الآن يجب أن تعرف أنه لا يجب أن تعول على العالم أجمع، وإنما تأتي إلى طاولة المفاوضات. الاتفاق يتحقق فقط عندما تكون هناك رؤية تتشارك وتناقش بين الطرفين والثغرات تسد. ولذلك يمكن التوصل إلى تسوية عندما تقوم القيادة الفلسطينية بشيء جيد ولا تطالع بالشيء الكثير. شكرا جزيلا لك ماثيو برودسكي، كبير الباحثين في معهد جولد للاستراتيجيات الدولية هنا في واشنطن.